أكدت عضو مجلس النواب نجوى خلف أهمية دمج ذوي الهمم في الاستثمار، وذلك من خلال تيسير جميع الإجراءات الخاصة بتأسيس الشركات. وقالت نجوى خلف إن هناك ضرورة لتوفير التمويل اللازم لهم، بالإضافة إلى تقديم الدعم التسويقي لمنتجات تلك الشركات، وذلك لتطوير الشركات المحلية ودخولها مجال المنافسة العالمية. دمج ذوي الهمم في الاستثمار دي حاجه كويسه جدا، يعني تعتبر يعني من المراكز المتقدمه في دمجهم في باقي المجالات. ذوي الاعاقه بيحتاج ان احنا نسهل له الاجراءات التاسيسيه للشركات، بيحتاج ان احنا نخلي له الاماكن كلها في مكان واحد حتى يتم استخراج الاوراق والتراخيص وكل اللي هو محتاجه لتاسيس الشركه من مكان واحد، فما يتعبش في الموضوع وبيحتاجش يروح لأماكن كتيرة وحاجات تعقد له الموضوع وتوقفه. احنا محتاجين نسهل له الإجراءات، نوفر له الدعم الكافي من التمويل، نسهل له شروط التمويل وشروط السداد، نبقى معاه في كيفية تسويق منتجه، ازاي هنفتح له سوق جديد، ندربه على كيفية إدارة الشركة وما نخليهاش تتعثر ويفضل يقف في السكن، نحل له كل المشاكل اللي ممكن تعيقه في تأسيس شركته وفي ممارسة العمل والوصول للمنتج المتميز وفتح أسواق محلية، ونقدر نخليه يكون من المصدرين ويوصل للعالمية ويكون الشركة يوصلها من محلية لشركة دولية ولا شركة عالمية وعابرة للقارات.